السلام عليكم. كيف الحال؟ صباحي الآن. صباحي. الحمد لله. بخير؟ بخير الحمد لله. قل له شرب الدخان حرام لا يجوز. قال هاجو براي حرام قمتو قوم. لأن في إسراف للمال. بيبروت أنا وشيح جيلوي. أيضا يعني رائحة ليست جيدة. ملائكة تذهب عنه. بيبروت ها. لن قبي أن أعدائي ملائكة بأطمجد. وفي مضرة للصحة. ها؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب دخان؟ لا، أنت متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يحل لنا الطيبات. الله سبحانه وتعالى بان أو ينحب وايد الحلال حلال. ويحرم علينا الخبائث. أيضا هم خاطئين من أو ينحب وايد. بعدين ما شاء الله شوف اللحية وهذا لا يشرب دخان. قالت يين بين حكمات يين بين أي تعم سنة هاي يين عن سنة برايق يين جاوله. أنت الآن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يبعدك عن الدخان. هل تريد أن أولادك يشربوا الدخان؟ تريد؟ يريد؟ لا ما يريد. لا يريد. إذا أنت لازم تكون قدوة لهم. تمام؟ جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام.